السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد وشقة كده مميزة جدا في حدائق الأهرام. شقتنا النهاردة مساحتها 147 متر، واجهة وسط ريسبشن وغرفتين على الشارع. واجهة وسط ريسبشن وغرفتين على الشارع. وأول حاجة معانا ده حمام الضيوف، حمام الضيوف، وبعد كده ريسبشن. زي ما انتم شايفين معانا مستوى التشطيب عامل ازاي. ده الريسبشن بتاعنا، ريسبشن ياخد قطعتين مستريح قوي. ودي بلكونه على الشارع زي ما قلت لكم، الشقه واجهه وسط، يعني ريسبشن وغرفتين على الشارع. والشقه من هنا بتشوف الاهرامات، ده الهرم. الموقع مميز جدا جدا جدا. وده الريسبشن بتاعنا من زاويه تانية. ده معانا المطبخ، مطبخ مساحته معقولة. وده الحمام الرئيسي، الحمام الرئيسي. ودي أول غرفة معانا، غرفة نوم مساحتها كويس. دي الغرفة الوحيدة اللي على منور. ودي تاني غرفة معانا. غرفة بلكونة جيب على الشارع. ودي الغرفة الثالثة والأخيرة. دي غرفة صريحة على الشارع برضو. نفس الفيو. الشقة دي زي ما قلت لكم 147 متر، ثلاث غرف نوم واثنين حمام وريسبشن ومطبخ. البوابة الأولى حدائق الأهرام منطقة حق. البوابة الأولى منطقة ح. الشقة دي مطلوب فيها 2,150,000 جنيه كاش. 2,150,000 جنيه كاش. أشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.